وينضم إلينا من لندن مراسل غد محمد الفنيش. إذن محمد، هل تحدثت صحيفة ساندي تايمز في استطلاعها للرأي عن أرقام محددة أو الجهات المرجح أن تفوز في 2024؟ نعم، الاستطلاع الذي قام به مركز فوكال ديتا، وهو لتتبع الاستطلاعات الرأي في المملكة المتحدة بطريقة غير تقليدية، حيث يعتمد على فحص مرتبط بمستوى الطبقية في المجتمع، بمعنى الطبقة الفقيرة والمتوسطة والغنية. هذا الفحص الذي شمل 22 ألف مواطن بريطاني كشف بأنه الانتخابات القادمة لـ 2024 سيكون فيها حزب العمال وحزب المحافظين متقاربين، 248 مقعدا لصالح حزب العمال و 282 مقعدا لصالح حزب المحافظين، وبالتالي لن يحصل أي منهما على أغلبية مريحة لتكوين الحكومة، وأن الحزب الوطني الاسكتلندي سيحصل على 57 مقعدا في اسكتلندا من أصل 59 مقعدا، وبالتالي ستكون الحكومة بتوجه اسكتلندي، بمعنى أن من سيتحالف مع الحزب الوطني الاسكتلندي يستطيع تشكيل الحكومة. إذن هذا ما كشفت عنه ساندي تايمز نقلا عن مركز الاستطلاع فوكال ديتا. لكن بالعودة إلى تتبعنا للشأن السياسي في المملكة المتحدة، نحن نعلم أنه لا تزال هناك 3 سنوات بعيدة عن الانتخابات في المملكة المتحدة. صحيح أن الاستطلاع اعتمد على مسألتين أساسيتين وبالأكيد ستكون مؤثرتان في الانتخابات القادمة، وهما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا. لكن من المستبعد جدا جدا أن يتم تقييم الانتخابات لـ 2024 على الأقل بحسب المختصين والمراقبين وحتى باللغة الصحفية المتتبعة، أن يتم الاعتماد على ذلك منذ الآن. هناك 3 سنوات، 3 سنوات فيها الكثير من المتغيرات. من الأكيد أن السنة الأخيرة، سنة أواخر 2023 وبداية 2024، قد تكون فيها الأحداث حاسمة. نحن نعلم أن الناخب يرتبط بناخبيه في اللحظات الأخيرة وبناء على النتائج الأخيرة وليست النتائج الأولية. هذا الاستطلاع سيكون دقيق جدا إذا ما انسلخ بعض أعضاء حزب المحافظين عن حكومة بوريس جونسون مثلا وعارضوها وفقد بوريس جونسون أغلبيته، لكن هذا من المستبعد جدا حاليا. وبالتالي حكومة حزب المحافظين يملك أغلبية مريحة ب 80 زائد 80 مقعد، وبالتالي حاليا هناك أريحية حكومية. إذا ما تدبدب، ومن المبكر كما ذكرت محمد الاعتماد على استطلاعات للرأي في الوقت الحالي في ظل متخيرات قد تحدث خلال السنوات 3 المقبلة. شكرا جزيلا لك من لندن، كنت معنا مراسل غد محمد الفنيش.